برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى سيد جمال فخرو، يواصل وفد الشعبة البرلمانية مشاركته في اجتماعات الدورة 29 بعد 100 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجنيف. أعضاء وفد الشعبة البرلمانية شاركوا في اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس الحاكم الذي جرى خلالها النظر في طلبات إدراج البند الطارئ ومناقشة تقرير لجنة الأمم المتحدة في الاتحاد الدولي البرلماني واعتماد تعديل أنظمة وقواعد الاتحاد البرلماني الدولي. حول هذه المشاركة معنا على الهاتف من جنيف سعادة النائب سوسن تقوي، عضو مجلس النواب وعضو الشعبة البرلمانية. سعادة النائب، بداية مساء الخير، وما هي أهم الموضوعات التي تم التطرق إليها في هذه الاجتماعات؟ مساء الخير. طبعا مشاركة وفد الشعب البرلمانية في اجتماع الدورة 129 في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف ليس الأول، وإنما يعني يتم على مدار في السنة مرتين تقريبا. بالنسبة عن المواضيع اللي تم المشاركة فيها كشعبة برلمانية، كانت لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة طرحت في جلستيها الآثار المترتبة والإجراءات المتخذة بشأن معاهدات تجارة الأسلحة التي اعتمدت مؤخرا، أيضا تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540 الذي ينص في موضوعه عن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وقد داخلت في هذا الموضوعين، إضافة إلى الحلقات النقاشية التي تعني بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضا المواضيع المرتبطة بلجنة حقوق الإنسان الذي تمت المداخلة فيها من خلال رئيس الوفد، ووضحنا وجهة نظر البحرين، ووضحنا أيضا بعدم حيادية هذه اللجنة لتواجد أعضائها لديهم أجندات سياسية ضد البحرين. نعم. إضافة إلى الموضوع الذي يعني بالسلم والأمن الدولي تحت عنوان نحو عالم خال من الأسلحة النووية، أيضا تمت المداخلة من خلالي فيها، ووضحنا فيها التشريعات البحرينية والمعاهدات التي تمت التوقيع فيها والتزام مملكة البحرين فيها في هذه المعاهدات. اليوم كان نقاشنا عن عقوبة الإعدام، فكانت تتوجه الاتحاد الدولي بأن تلغي عقوبة الإعدام، فوضحنا تحفظنا على هذا الموضوع بأن هذا يناقض شريعتنا الإسلامية ولا نستطيع يعني البت فيه أو المطالبة به. نعم سعادة النائب، اليوم هو آخر يوم لتلك الاجتماعات، ماذا عن التوصيات التي تخرج بها هذه الاجتماعات أو خرجت بها؟ اليوم اجتماعات هي اجتماعات فرعية، ولكن الجلسة العامة اختتمت أمس. نعم. واللي تم فيها مداخلة مملكة البحرين بخصوص القضية الحقوقية المرفوعة. نعم، إذن سعادة، ولكن اليوم الحلقات النقاشية كانت عن مثلا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. نعم. شاركت فيها سعادة النائب لطيف القعود، وقد ناقشنا عن التشريعات الخاصة بالجنسية التي تكتسبها المرأة البحرينية، إضافة إلى المرأة وكيف تم تمكينها في المجال الاقتصادي والتجاري ويعني إشراكها في المجتمع في المجال الاقتصادي. فكانت المشاركة يعني جديرة، وتم يعني الإشادة بها من عدة دول يعني ما ليست لديهم تلك الحقوق التي تتوافر فيها في مملكة البحرين. جميل. سعادة النائب سوسن تقوي، عضو مجلس النواب، عضو الشعب البرلمانية، كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا.